كشفت نادى حافظ لاعبة منتخب مصر لسلاح السبر عن مشاركتها في أولمبياد باريس 2024 أثناء حملها بالشهر السابع، وصلت إلى الدور 16 من منافسات فردي سلاح السبر قبل ما تخسر من كوريا جيون هايونغ بنتيجة 15-7. وكتبت نادى عبر حسابها على إنستغرام: ما بدا لكم كلاعبين على أرض الملعب في الحقيقة كانوا ثلاثة، لقد كنت أتواجد أنا ومنافسي وطفلي الصغير الذي لم يأتي بعد إلى عالمنا. لقد واجهنا أنا وطفلي نصيبنا العادل من التحديات، سواء كانت جسدية أو عاطفية. فترة الحمل صعبة في حد ذاتها، ولكن الاضطرار إلى الكفاح من أجل الحفاظ على التوازن بين الحياة والرياضة لم يكن أقل من مرهق، ولكنه يستحق ذلك. أكتب هذا المنشور لأقول إن الفخر الذي يغمرني لأنني أمنت مكاني بدور 16، وأنا محظوظة لأنني حصلت على ثقة ودعم زوجي وعائلتي لأتمكن من الوصول لهذا الحد. كانت هذه الألعاب الأولمبية تحديداً مختلفة، لقد أصبحت لاعبة أولمبية للمرة الثالثة، ولكن هذه المرة كنت أحمل بطلاً أولمبياً صغيراً. وكانت ندى حافظ قد فازت في مباراة دور 32 على الأمريكية إليزابيث تارتاكوفسكي المصنفة السابعة عالمياً في مفاجأة كبرى.